موجز الثانية صباحا من أونلايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية قيام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرة تفاهم، وذلك خلال الجولة الآسيوية الأخيرة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين، أشار الرئيس إلى أهمية زيادة مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء في تجمع براكس. وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها. قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن هناك بلادا وشعوبا تعرضت لتدمير بسبب الخلافات والصراعات. وأضاف الطيب في كلمته بمؤتمر طرق السلام في ألمانيا أن دعوات الحرب في الشرق الأوسط لا تفيد أحدا. وأثار الطيب قضية مسلمي الروهينجا منتقدا وقوف المجتمع الدولي عاجزا أمامها. تحل اليوم ذكرى 16 لهجمات 11 من سبتمبر التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001، والتي تم تنفيذها بواسطة 4 طائرات تم توجيهها لتصطدم بأهداف محددة تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. سقط نتيجة لهذه الأحداث آلاف الضحايا والجرحى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه زيارة ولاية فلوريدا، معلن حالة الطوارئ في الولاية المنكوبة لمواجهة تداعيات إعصار إيرما الذي بدأ باجتياحها بعدما تراجعت قوته إلى الدرجة الثانية. وقالت الرئاسة الأمريكية إن التمويل الفيدرالي الذي ستستفيد منه الولاية يتضمن منحا لتوفير سكن مؤقت وإصلاح المنازل وقروض بفوائد متدنية، وذلك لتغطية خسائر العقارات غير المؤمنة، بالإضافة إلى برامج أخرى لمساعدة الأفراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة. حذرت كوريا الشمالية من أنها ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات جديدة عليها في مجلس الأمن الدولي. وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية 6 قبل أسبوع، قالت أنها اختبرت إطلاق قنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، ما أثار إدانات دولية ودعوات لمزيد من الإجراءات لإجبارها على وضع حد للأزمة الخطيرة. نهاية الموجز للقاء.